بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. البشرى سارة لطلابنا في مرحلة الشهادة الإعدادية. نزل حالا قرار من وزير التربية والتعليم بإلغاء الامتحان واستبداله ببحث زي باقي المراحل. يعني تالتة إعدادي افرحوا، ما عادش عندكم امتحان السنة دي، لكن هتعملوا بحث زي المراحل التانية اللي هي كان من أول تالتة ابتدائي. طيب بس الجميل بقى في الموضوع كمان ان المنهج بتاعنا هيبقى لغاية 15 مارس فقط، يعني اللي المدرسين درسوه لغاية 15 مارس فقط لا غير. اي حاجة بعد كده خلاص اعتبروها ملغية، يعني البحث هيتعمل لغاية 15 مارس. طيب طيب البحث ده بقى هيكون في ايه؟ البحث ده لسه مفيش اي كلام عنه، يعني اي حاجة هتسمعوها اعتبروها فتي فقط لا غير، لان لسه الوزير ما اعلنش عنها. ان شاء الله سيتم الاعلان عنها ان شاء الله بامر الله يوم 2/4، لكن اي حاجة تسمعوها على اي جروبات على اي مكان ليس لها دليل. طيب عندي بقى بالنسبة لتالتة ثانوي. تالتة ثانوي المنهج برضو بتاعهم لغاية 15 مارس، بعد 15 مارس كل اللي جاي ده ملغي. لكن للأسف بقى ان هم هيعملوا لهم لجان امتحانات وهيمتحنوا عادي خالص، بس منهجهم لغاية 15 مارس برضو زيهم زي باقي الصفوف الدراسية. يبقى كده ان شاء الله ملخص الفيديو بتاع النهاردة ان تالتة اعدادي اتحول من امتحان لبحث زيهم زي باقي المراحل، اللي هيمتحنوا بس هما تالتة ثانوي، والمنهج بتاع كلهم بقى من اول تالتة ابتدائي لغاية تالتة ثانوي المنهج لغاية 15 مارس فقط لا غير، يعني للمدرسين درسوا في المدارس بس. اتمنى بقى اشوفكم على خير ان شاء الله الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.